مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم معنا في هذا العرض الاخباري المباشر الذي نقدمه لحضراتكم من قناة العيون. استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون السفير الإسباني بالرباط وطالبته بتقديم معلومات على إثر نشر شريط حول حادث اصطدام سفينة تابعة للحرس الإسباني المدني بالقرب بقرب يحمل مهاجرين مغاربة، وتم الاتفاق معه على مد المغرب بكافة الوثائق والمعلومات المرتبطة به. وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون إنه على إثر نشر شريط حول هذا الحادث الذي وقع بالقرب من لانثروطية يوم 13 من دجنبر 2012 والذي أدى إلى غرق 7 مغاربة ونجاة آخرين. استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون السفير الإسباني بالرباط وطالبته بتقديم كافة المعلومات التي استجدت في هذا الموضوع الحساس. وأكدت الوزارة اهتمام جلالة الملك محمد السادس شخصيا واهتمام الحكومة المغربية بهذا الموضوع الحساس والمأساة الإنسانية التي ترتبت عنه. بعد استفادتهم من البرنامج الأممي لتبادل الزيارات العائلية، 10 أفراد من عائلة محمد مبارك ود البوهالي قرروا الاستقرار طواعية بأرض الوطن وتحديدا بمدينة السمارة وبدء حياة جديدة بين أهلهم وذويهم. ملك المرابط ومبارك الباس. 10 أفراد من عائلة محمد مبارك للبوهالي جاءوا إلى مدينة سمارة في إطار برنامج تبادل الزيارة العائلية بين تندوف ومدينة سمارة، اختاروا أن يستقروا بأرض الوطن. وجيت هون بمن أرضي هون وأهلي هون جيراني فرحان بنمشي هون صح جبرتو زين ما زين 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 ملي جبرتهم لهلو جبرتهم وحدين قامك تنعرفهم ملهل جينا هنا تيا حمدي مولانا جينا لأرضنا وجينا لوطننا وجينا لعائلتنا وحفاوة استقبال زين ورانا التقينا بأهالينا. عائلة العايدين عبروا عن فرحتهم باستقرار أقاربهم وأبنائهم بين الأسرة والأهل بمدينة سمارة. حمدي نحمد الله يا الولاد تبارك وتعالى على هذا العجيم سالمين وساهين. حنا كنا فرحوا لهذا النوع فرحانين بزاف بكبيرنا وبصغيرنا عمونا بخصوصا نسائنا ورجال هكذا لانه اللي نتمناه عند الله تبارك وتعالى ونطلبوا عند الله تبارك وتعالى ونطلبوا الاخوت والاولاد اللي جاون عندهم انهم يلبوا ذا النداء الوطن الغفور الرحيم. ولادي كانوا جايين في ذاك الاتجاه وجاو لباوا النداء وجاو الحمد لله والحمد لله دخل حد يقد يعني يعبر شعور من جو ولاده يعني هذه الفرحة هي فرحة عظيمة حقيقة قد هاي 5 سنوات يعني عدوا لي 5 سنوات من هون في هذا البلد الحقيقة استمحاني يجو هذا كان 5 سنوات ومحاني يجو الحقيقة من جو فرحتي ما يحتاج حد يعبر عنها. في الحقيقة فرحان اليوم بهذا مجي هذا ولاد خويا الجاو اللي كانوا في المخيمات اللي نحن عادنا 38 سنة وحنا في أمس الحاجة لهم وفي الحقيقة على أنهم كبروا فم ورباوا فم ومسائل من لأن احنا في أمس الحاجة لهم وفي أمس الحاجة لنا من خلال التواصل ومن خلال كذا. ومنين جات هذه الزيارة الحمد لله هم التحقوا جاونا الوطن هون وجاوا لبلدهم وجاوا لأرضهم. هؤلاء العايدون إلى أرض الوطن انضموا إذن إلى لائحة طويلة ممن اختاروا العودة واختاروا بدء حياة جديدة. إلى جنيف حيث تركزت مداخلات الوفد الممثل لفعاليات حقوقية مشاركة في الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان في اليوم الأخير، تركزت حول الوضع الأمني المتدهور في منطقة الساحل والصحراء وكذا تورط عناصر من البوليساريو مع شبكات إجرامية تنشط في المنطقة. المزيد مع عياد سرتي ومحمد مولود من لا يخاف في مراسلة من جنيف.
مداخلات الوفد الحقوقي ركزت على الوضعية الأمنية الهشة بمنطقة الساحل والصحراء، حيث التهديدات الأمنية متواصلة من قبل جماعات متشددة مسلحة. أكدت عدة تقارير لمراكز دراسات دولية ووسائل إعلام أجنبية تورط عناصر من البوليساريو معها، الأمر الذي نتج عنه تنامي الجريمة العابرة للحدود مثل تهريب المخدرات والأسلحة خاصة شمالي مالي والجنوب الغربي للجزائر. تمحورت مداخلتي حول الوضع الصعب الذي أصبحت توجد عليه المخيمات بتندوف، خصوصا كونها أصبحت توجد على لقاء تقاطع طرق، أولا التهريب بكل شتى ألوانه، تهريب السلاح، تهريب البشر، وحتى تقاطع الطرق أيضا للإرهاب، وهذا أصبح يهدد سلامة وأمن ساكنة تلك المخيمات. الحديث عن وضعية النساء في المخيمات، وضعيتهن الصحية، وضعيتهن التعليمية، وضعيتهن قبل وأثناء وبعد الولادة، وعدم الحصول على التغطية الصحية اللازمة، كما تحدثت على أن المنظمة الأممية لا تستطيع الدخول إلى المخيمات ولا من أجل التعرف على وضعية يعني اللاجئين هناك. المتدخلون دعوا المجتمع الدولي والجمعيات غير الحكومية إلى الإسراع باتخاذ قرارات دولية تلزم الجزائر بالسماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف ووضع آليات تتبع مسار المساعدات الغذائية، فهذه الأخيرة وبحسب العديد من المراقبين أضحت تجد لنفسها مكانا في رفوف متاجر الأسواق المجاورة عوض موائد ساكنة مخيمات تندوف. أسدل الستار يوم أمس على ورشات العمل حول النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، وذلك باستعراض تقارير عمل الورشات الثلاث وما تضمنته من استنتاجات وأفكار ومقترحات حول أفاق التنمية بجهة وادي الذهب لقويرة. المزيد من التفاصيل في متابعة غالي القرحي ومحمد مشنان. الجلسة عرفت استعراض أهم الخلاصات التي تم التوصل إليها في ختام ورشات العمل الثلاث. فعلى المستوى العمل الجمعوي تم التأكيد على أهمية المكان التي أولاها الدستور المغربي للمجتمع المدني مع ضرورة استقلالية النسيج الجمعوي لضمان أداء فعال للأدوار المنوطة به. من أهم الخلاصات الأساسية التي يمكن استخلاصها من خلال هذه الورشة هو تعبئة كل إمكانيات الجمعوية للانخراط القوي في التنمية الجهوية والمساهمة في صياغة النموذج التنموي الجهوي لغايات متعددة وأهداف مختلفة، خاصة الهدف المرتبط بتحسين الوحدة الترابية في أبعادها الوطنية والإنسانية والثقافية والحضارية. بالنسبة لهذه التوصيات اللي توصلها المجلس من طرف جميع الفعاليات، سواء كانت سياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، كانت شاملة لجميع المشاكل اللي تعيشها الساكنة من جميع النواحي، ونتمنى إن شاء الله توصيلها للجنة التنفيذية اللي إن شاء الله تنتج عن تفعيل هذه التوصيات في المستقبل العاجل إن شاء الله. ورشة الحكامة الاقتصادية خلصت من خلال تقريرها إلى أن توفر المنطقة على موارد طبيعية مهمة يؤهلها لنهضة اقتصادية في أهم القطاعات المنتجة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتسهيل تمويل مقاولة الشباب. فيما يخص الحكامة الاقتصادية ومناخ الأعمال، هناك ثلاث عناصر أساسية. أولا، إذا نحن أردنا أن نبني قطاعا خاصا جذابا قويا منعش للثروة ولفرص الشغل، هناك خمسة شروط أساسية. أولا، معالجة إشكالية العقار، معالجة إشكالية النظام الضريبي، معالجة إشكالية التمويل، ثم معالجة إشكالية تعقيد المساطير التي تحول دون تمكين للمستثمرين سواء يعني الوطنيين أو الأجانب من خلق مقاولتهم في ظروف تنسجم مع يعني السرعة الضرورية التي يتطلبها
تتطلب هذه العملية. طرحنا إشكاليات المخططات الوطنية الكبرى لا من اليوتيس لا من المغرب الأخضر لا من المغرب الأزرق وانعكاستها على الجهة. طرحنا على أن ضرورة الإشراك الشأن العام للناس المسيرين للشأن العام المحلي وكذلك الفاعلين الاقتصاديين والجمعويين في جميع المخططات ديال التنمية اللي كتعرضها المملكة المغربية من خلال نظرة تشاركية وليس نظرة إسقاطية. الولوج إلى الخدمات الأساسية الاجتماعية والتنمية البشرية محور الورشة الثالثة التي شهدت تشخيص واقع الخدمات الاجتماعية على مستوى الجهة، وتضمنت الدعوة إلى تعزيز البنيات التحتية الاجتماعية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية تواكب القطاعات المنتجة محليا، بالإضافة إلى إشراك الساكنة في السياسات الاجتماعية. صب النقاش حول الاقتراحات الممكن أن تفيد في إطار هذا المشروع، لأنه نحن الآن لسنا في مرحلة تشخيص، لأن هنالك تشخيص وافي وشامل فيما يتعلق بكراهات التنمية بجهة وادي الذهب الجوارة. الورشة الثانية اعتنت بقضية الولوج إلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم وكيفية ملائمة منظومة التربية والتكوين والمنظومة الصحية مع خصوصيات هذه المنطقة. المشاركون في هذه الورشات أجمعوا خلال الخلاصات والتوصيات التي خرجوا بها على ضرورة البدء في مشروع الجهوية الموسعة باعتباره آلية كفيلة بتحقيق تطلعات الساكنة عبر وضع الأسس القوية لنهضة تنموية تشمل مختلف المجالات. الخامس عشر من مارس من كل سنة هو اليوم الوطني لحماية المستهلك. المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بالعيون خلدت الحدث من خلال لقاء بالمركز الجهوي للاستثمار حول موضوع حماية المستهلك، لقاء استعرض أهم الاستراتيجيات والتدابير المنجزة في هذا المجال ودور بعض المؤسسات لضمان سلامة المواد الاستهلاكية وحماية المستهلكين. سلك الزبير وبوج معزاوي. حماية المستهلك من حيث حقوقه الاقتصادية المرتبطة بالاستهلاك والحق في حماية تمثيليته وموضوع هذا اللقاء، مناسبة ركز خلالها المتدخلون على جوانب الاستراتيجية الوطنية لضمان حماية المستهلك وكافة التدابير المتخذة لتنزيلها على أرض الواقع، استراتيجية تنبني أيضا على دور بعض المؤسسات الفاعلة كالدور الهام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال حماية المستهلك، كما أن المكتب البلدي الصحي هو الآخر له أهميته في تحسين جودة المواد الغذائية. اللقاء التواصلي في إطار إحياء الأيام الوطنية للمستهلك التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة بشراكة مع جمعيات حماية المستهلك ومجموعة من المؤسسات الشركة، وذلك تخليدا لليوم العالمي لحماية المستهلك الذي ينظم في 15 مارس من كل سنة. سنركز على دخول تنفيذ واحد القانون اللي هو القانون 2804 ديال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية اللي غادي يولي كيجيب واحد يعني إلزامية الترخيص أو الاعتماد لجميع الوحدات اللي تتنتج المنتجات الغذائية، يعني هذاك العمل على الترخيص والاعتماد الصحي ديال الوحدات هو اللي غيخلينا نديروا يعني قفزة نوعية يعني في السلامة الصحية. نظمنا هذا اللقاء التواصلي مع مندوبية التجارة والصناعة من أجل التحسيس وزرع ثقافة الاستهلاك الذي ما زالت تعرف بعد التأخر، وانطلاقا من هذا لابد من نعرف المواطنين على الترسانة الكبيرة القانونية اللي تهم المستهلك وحمايته. اللقاء استعرض بعض النماذج الخدماتية لحماية المستهلك كالتعاملات البنكية مع الزبائن في إطار بعض القوانين المنظمة، وخاصة تلك المتعلقة بتحديد التدابير لحماية المستهلك وانعكاساته على القروض البنكية. كذلك تم التطرق لحقوق وواجبات المستهلك في مجال توزيع خدمات الاستهلاك الكهربائي. في الشأن الحزبي، عقد أمس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال ببجدور دورته الأولى لهذه السنة. المجلس الذي ترأسه عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق الجهات الجنوبية الثلاث مولاي حمدي ولد الرشيد عرف حضور عدد من مناضلي الحزب وممثلي التنظيمات الموازية، حيث تم التداول بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المحلي. محمد فاضل أبو الحسن ومحمد شارع.
انشغالات المواطنين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كانت حاضرة خلال هذا اللقاء الحزبي ببوجدور. ممثلو التنظيمات الموازية للحزب على المستوى المحلي ومناضلو الحزب ومسؤولوه جهويا ومحليا تداولوا في كل القضايا كل حسب اهتمامه وضمنوها في مشروع بيان تمت المصادقة عليه بعد نقاشات الحاضرين. جميع المشاكل تعني المواطنين تناقشناها اليوم في ذا المشروع ووافقوا عليه، وكان كل شيء فيه وكان كل شيء الحمد لله مزيان. نضع أنه ما خالقش يعني المواطنين ما تكلموا فيه، تكلمنا في التشغيل، تكلمنا في الفصفات، طالبوا الفصفات يدير كوطة، تكلمنا في الديور المسدودات في القرى خصهم يفتحوا جماعات، تكلمنا في 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 في, في الميناء، تكلمنا في كل شيء. جميع يعني المدينة تكلمنا فيه، واللي يضر بالساكنة يوميا واللي محتاجة للساكنة ذا هو قبال اختصاص المجلس الإقليمي ديال الحزب استقلال. وعرضنا البيان الختامي اللي هو صوت عليه المناضلين فروع الحزب والجمعيات الموازية له، وكان فيه كل المتطلبات الساكنة لا من ناحية الاقتصادية ولا من ناحية السياسية ولا من ناحية الاجتماعية يعني. وهذا كله كما تشاهدون كان يعني واحد الاجتماع اللي ناجح ومهم، ولي نرفع هذا البيان إن شاء الله إلى الحزب باش يطبق في أرض الواقع على في مدينة بوجدور. المجلس الإقليمي حسب القانون الداخلي للحزب هيئة تنظيمية داخلية تجتمع مرتين كل سنة. أما البيان الذي تمت المصادقة عليه بعد هذا اللقاء فسيتم رفعه للجنة التنفيذية التي ستراسل بشأنه القطاعات المعنية حسب كل ملف على حدة. بمركز الإعلام والمساعدة التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة، نظمت جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي وأعوان الكتابة العامة لواد الذهب ندوة علمية حول المرأة ودورها في المجتمع من خلال عدة زوايا سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية ودينية وغيرها. الندوة التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وقربنا منها أكثر. ريبورتاج محمد تروزي ومحمد مشنان. حقوق وواجبات المرأة شعار اختارته جمعية موظفو الكتابة العامة لإقليم وادي الذهب لتسليط الضوء على دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وكذا الاجتماعية. المرأة بالداخلة، ما حققت وما تسبو إليه في القادم من السنوات، مواضع جاءت المداخلات لتلامس مفاصلها وتحدد العراقيل التي تعيق تقدم المرأة رغم النجاح. احنا قدمنا هذه الندوة، محاور اللي تمحورها هي كلها مواضيعهم بالأساس المرأة والموظفة. عندنا موضوع مثلا المشاركة السياسية للمرأة في الميادين السياسية، كذلك عندنا مداخلة حول الوظيفة للمرأة داخل البيت وداخل الإدارة. اليوم المغربيات وضعهن في تحسن سنة بعد سنة بفضل مجموعة من الاكتسابات القانونية والتشريعية على إثر مجموعة من المراجع الدولية، المعاهدات واتفاقيات الدولية، بإضافة إلى الدستور المغربي اللي نص في فصله 19 والفصل 92 مجموعة من الحقوق لفائدة النساء. هذا اليوم 8 مارس بالنسبة لنا هو نقطة دعم وتكريم و اعتبار للمرأة ككائن بشري. مداخلات من الذكور والإناث حول المرأة بمناسبة يومها العالمي تأتي احتفاء من موظفين وغيرهم من منتخبين ومسؤولين جهويين وفاعلين في الحقل المدني للتأكيد على أهمية المرأة في نجاح المجتمع. رياضيا، ووسط أجواء احتفالية بالقاعة المغطاة بطنطان جرت مباراة دار الأطفال طنطان ومل الصويرة برسم دور ثمن النهاية لكرة السلة. هذه المقابلة تفوق فيها المضيف أي فريق أمل أو دار الأطفال طنطان بحصة 57 مقابل 52. ملخص لأهم أطوار هذه المواجهة في ريبورتاج محمد بتاح وعبد الرحيم حجي. دار الأطفال طنطان لكرة السلة وأمام جماهير غفيرة أثثت جنبات مدرجات القاعة المغطاة، جاءت لمؤازرة الفريق برسم منافسات ضمن نهائي كأس العرش ضد أمل الصويرة الذي حضر لطنطان رفقة جماهير عاشقة للكرة البرتغالية. المنافسة كانت على أشدها بين الفريقين، حيث تميزت هذه المواجهة بالندية والحماس والإثارة واعتبرت بحق مباراة الأعصاب.
التبادل الكروي وجمالية الأداء والتناغم بين اللاعبين في تطبيق الخطة المناسبة لإيقاف في زحف الزوار. الفريق المحلي أخذ بزمام المبادرة منذ البداية واستطاع التفوق في جل فترات المقابلة إلى حدود الفترة الأخيرة التي تميزت بالتسابق والتلاحق في النتيجة. الضيوف سيتمكنون من استغلال الأخطاء التي ارتكبها لاعب دار الأطفال طنطان في الربع الأخير نظرا لعامل العياء والضغط لإرضاء العشاق، لكن المقابلة تنتهي بفوز الزوار بفارق 5 نقاط أي 57 مقابل 52، وبالتالي صعود فريق أمل السوارة للدور الربع ومواجهة الجمعية السلوية. أما دار الأطفال طنطان فإنه يستحق التشجيع والتأكيد، ولد أحد أقوى الفرق الوطنية في كرة السلة كما هو الحال بالنسبة لجماهير مدينة طنطان التي تساند دائما الفرق المحلية. من هذه الجولة الرياضية إلى جولة الصحف في تقرير للزميل السلك زبير. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية الصباح، وكتبت: دعا سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون دول الساحل والصحراء وبلدان الاتحاد المغاربي إلى تعميق سبل التنسيق بينهما إلى مستوى إقامة شراكة للحد من انتشار الجماعات الإرهابية والانفصالية المهددة لكيانات الشعوب. وقال العثماني الذي كان يتحدث يوم أمس الأربعاء بالرباط في المؤتمر الدولي حول التعاون في مجال مراقبة الحدود بمنطقتي الساحل والمغرب العربي إن هذه الشراكة ينبغي أن تكون مؤسسة على التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية. وذكرت الصباح بأن شرق إدريس الوزير المنتدب في الداخلية دعا الدول المشاركة والمنظمات الدولية المختصة إلى تنسيق جهودها وتشديد الرقابة على الحدود لمواكبة التحولات الطارئة على أساليب اشتغال المنظمات الإرهابية التي أصبحت تستهدف بلدانا بعينها بهدف إيجاد موطئ قدم لها. وشدد إدريس على ضرورة انخراط الدول في خطط مكافحة الجريمة العابرة للقارات وتأمين الحدود. يومية المساء تطلعنا في ملحقها دين وفكر في عددها الصادر يوم غد الجمعة بأن منظمة التعاون الإسلامي تعكف بحر هذا الأسبوع على اعتماد آليات لتصحيح الإسلام في منطقة الساحل الأفريقي بهدف مواجهة خطر الإرهاب المحدق بهذه المنطقة ولا سيما في دولة مالي. وذكرت المساء بأن أكمل الدين أوغلو الأمين العام للمنظمة شدد على الحاجة إلى تصحيح الإسلام في منطقة الساحل والصحراء، معتبرا هذا التصحيح طريقة آلية أساسية لمواجهة كل الأخطار الإرهابية التي تتربص بالمنطقة ككل. ونختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية الأحداث المغربية، وكتبت في صفحتها الأولى في ركن من مصدر مطلع أن عددا من مهني الصيد التقليدي بمجموعة من الموانئ الجنوبية وخاصة ميناء الطرفاية لاحظوا أن فترة تبييض الرخويات وبالخصوص الأخطبوط بدأت تظهر بعض علاماتها بسواحل طرفاية. وذكرت الأحداث المغربية بأن هذا الأمر وحسب رأي المهنيين يتطلب من الوزارة التدخل من أجل فرض الراحة البيولوجية لكي لا يؤثر الصيد المفرط على الثروة السمكية بالإقليم. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد فاضل ولد محمد سالم البلالي عن سن تناهز 86 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة إيتوسا إيتيدر. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد أرباع عن سن تناهز 57 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة إيتبا عمران سمارة. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد صالح ولد السالك ولد مبارك عن سن تناهز 39 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة تركز. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون. والآن نصل للفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس بأقاليمنا الجنوبية ليوم غد إن شاء الله، حيث يرتقب تكون السحب من الأجواء العليا بالمنطقة. درجات الحرارة العليا ستعرف ارتفاعا قليلا. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 12 درجة بكل من قليميم وسيدي إفني و 22 درجة بالقويرة، في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 23 درجة
بمدريقة و23 درجة. درجات الحرارة أو حالة البحر بواجهة تيار أطلسية، سيكون البحر هائج إلى قليل هيجان ما بين العرائش ونواكشوط. شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 7:07، أما الغروب سيكون في حدود الساعة 6:57. درجات الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا 39 درجة بين واكشوط، 36 درجة بين وادي بو، 30 درجة بتندوف، 28 درجة بالربوني، مع تسجيل 20 درجة بالعاصمة الرباط. في ختام هذه النشرة المباشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت www.snrt.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجيويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي لاستشارة الشؤون الصحراوية www.podcast.com. كما يمكنكم أيضا متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور والجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية في حدود الساعة 4:15 مباشرة بعد هذه النشرة، تلتقون مع حلقة جديدة من برنامج حديث المدينة حول موضوع واقع الصيد البحري بجهة داخل القوحة. إلى اللقاء. اسكيب رسول الله، اسكيب خاتم الانبياء، اسكيب عظيم الجاهل، لديب خير البرية، والشان يسلل من هذا في الخيم الكبير الزاول اياك البال تراها، ومرق رق الدمع والسيل ما يصونك، ما هو بخيل ذيك نبكت وادم ستيل، لازمك من المقيرينات والله، ولازمك من شوفة العزيل واسكاف البيه وسمات، فمن فدرة يعرف القبيل مارتن الضوء.